مشاهدينا حياكم الله معنا في برنامج شباب قول وفعل، البرنامج الشامل بمواضيعه وفقراته من خلال شاشة تلفزيون الكويت على قناة سبورت، دائما نطلع عليكم من يوم الأحد إلى الخميس. طبعا أكيد اليوم عندنا فقرات متنوعة وعندنا ضيوف أكيد راح يميزون البرنامج، بس حابة بالبداية أنوه على أن يجب على الجميع التقيد بالاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ونحرص على اتباعها حرصا على سلامة الجميع. مشاهدينا راح نتوقف مع فقرة تشاهدون ونرجع نكمل معكم شباب قول وفعل. ديكوباج ولقاء مع محل الرزي فقرة الرياضة مع المستشار بدر نزال الشمري الدعم النفسي الاجتماعي ولقاء مع أميرة الحسين فقرة التعليم الإلكتروني مع منى العتيبي مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. فقرتنا الأسبوعية كل أربعة مثل ما عدناكم، اليوم نتكلم عن الفقرة الأولى اللي هي ميدان اللعب. نتكلم عن ميدان اللعب، يجب أن يكون ميدان اللعب بأكمله عشبيا طبيعيا في حالة سمح له اللوائح، ويمكن أن يكون عشبيا صناعيا بالكامل. نروح إلى علامات الميدان اللي هي يجب أن يكون ميدان اللعب مستطيل الشكل ويتم تحديده بواسطة الخطوط الواضحة. يتم وضع الخطوط الواضحة بالقانون رقم واحد اللي يجب أن تكون كافة خطوط نفس العرض والذي يزيد عن 12 متر تستمر، ويجب أن تكون خطوط المرمى نفس العرض لقائمة والعارضتين. يجب أن يكون طول الخط التماس أطول من خط المرمى وطوله خط التماس، الحد الأدنى 95 والحد الأقصى 120 متر. وفي ميدان اللعب المباريات الدولية طول خط التماس الحد الأدنى 100 متر والحد الأقصى 110 متر. والحد ونذهب إلى الخطوط المرمى، الحد الأدنى 45 متر والحد الأقصى 90 متر. وفي ميدان اللعب الدولي الحد الأدنى 64 متر والحد الأقصى 75 متر. المنطقة الفنية ينبغي القيام بوضع خطوط لتحديد هذه المنطقة، ويتم تحديد عدد من الأشخاص الذين يحق لهم الوقوف في المنطقة الفنية بواجب لوائح المسابقة. يتم تحديد قبل بدء المباراة. يجب تغييد بحدود المنطقة الفنية باستثناء الحالات الخاصة، سبيل المثال دخول أخصائي العلاج الطبيعي أو الطبيب المعالج للناديين. يحق للشخص واحد فقط في كل مرة بالتوجيه والتعليمات للتكتيك عن داخل المنطقة الفنية، يعني مدرب مرات مساعد المدرب مرات الإداري بس يكون في الزي الرياضي. ونروح الحين مع زميلتي علياء ونستكمل فقرات شباب قول وفعل. We'll be right back.
مشاهدينا رجعنا ونكمل معاكم برنامجنا شباب قولوا فعل، وأكيد نستقبل ضيفنا الأول، ضيفتنا الأولى الأستاذة مها علي العنزي، طبعا متخصصة بفن الديكو باج. حياك الله. الله يحييك حبيبتي يا هلا. طبعا أكيد مها، حابين المشاهدين يعرفون بالبداية شنو فن الديكو باج. فن الديكو باج هو أول شيء بدأ من الصين، بعدين انتشر بفرنسا. فن بسيط، إنه عبارة عن أي قصاصة عندك تحولينها إلى مثل ما نقول فن تشكيلي مميز. حلو. طيب يعني أكيد الشخص اللي لازم يعني يتفنن بالفن هذا أكيد لازم يكون متمكن أو يكون مطلع على هالفن. في أحد كان يشجع مها مثلا من البداية؟ كنت تشوفين أحد؟ لا، أنا كنت أشوف أعمال على اليوتيوب على شنو وحبيتها، وكانت البداية أكاديمية في الدراسة، إن مقرر عندنا لازم نستعمل الديكوباج. يعني أنت متخصصة بنفسك؟ أي، تصميم داخلي. فبديت أبحث عنه زيادة، لي شوي شوي عجبني وقعدت أمارسه. كان في صعوبات مها عندك يعني في البداية واجهتيها؟ صعبة يمكن، ولا يعني هواية سهلة؟ في ناس يمكن عبالها بسيطة جدا. هواية سهلة حيل، أكيد أول مرة فيها أغلاط، بس أغلاط بسيطة لأن الأدوات متوفرة عندنا، والأدوات بسيطة حيل موجودة في كل مكان، والطريقة سهلة. فحتى اليهال نعطيهم دورات يمارسونها، حتى أنا أبلا ديكور ففي المدرسة يستعملونها معي الطالبات، عادي سهل ما في أي صعوبة. حلو. طيب يعني قلتي في من الطفولة يقدرون يعني يمارسون هالهواية، يعني شو الأعمار اللي ممكن يعني يبدي الشخص فيها؟ أنا عندي دورات دخلوا فيها 7 سنين أعمارهم، وعادي سووا ومارسوها، وأكيد في شوي صعوبة تواجهها بس إنها سهلة تقدر تسويها عادي، فمن 7 سنين عادي مارسوها معي. جميل. طيب في عندك أعمال مميزة يعني كذي يعني ميزتيها عن الباجي؟ أنا عندي المباخر أشتغل فيها وايد، الصناديق البخور وهذه، طاولات أستعملها، وفي في مجال التعليم في المدرسة يعني في أعمال لي. طيب أنت تشوفين أنها يعني يمكن قاعد نشاهد مع المشاهدين الأعمال مها العنزي وايد جميلة، هذه فنانة طاولة الكورونا. شلون؟ طاولة الكورونا. طاولة الكورونا. طيب تلاحظين مها أن الحين هالفترة يعني ذكرتي الكورونا، يعني بهالفترة وايد ناس يعني كانت مو عارفة شلون تقضي وقتها في يعني النهار، أو مثلا يعني ما قاعد تداوم، قاعدين في البيت، يعني شلون أنت قضيتي هالوقت في ممارسة هالهواية؟ هذه الهواية لو أي وحدة تعلمها لعيالها أو تمارسها معها تعدي الوقت وتنتج شيء حلو. ليش؟ أنت عندك أي شغلة في البيت، صينية حتى لو على الطوفة، على كبت، عندك قطعة طاولة، تقدرين بهالأدوات البسيطة تشغلين وقتك فيها وتمارسين. يعني ندري إن مرينا في وقت ندور أي شغلة، ألعاب، أي شيء، فهذه تنتجين شغلة حلوة عندك ومنها تنمين نفسك يعني وتكون مفيدة. لازم اللي يتخصص بفن الديكوباج يعرف يرسم ولا مو شرط؟ لا، هذه الغالبية يسألوني رسم ولا لا الطاولة، هي نفس تصير كوبي صح؟ تقريباً إيه، فهي مو شرط تعرفين ترسمين، تعرفين شلون توزعين الألوان، شلون تختارين الألوان، بس شغلة بسيطة حين. طيب يعني نشوف يعني أنت مستخدمة مواد، يعني أكيد اللي حابين يعني يمارسون هالهواية. مواد أنا مشتريتهم جاهزين، هذه الصينية هذه بعد، بس شنو استخدمتي غير أنا؟ وأنا اللي صحتها هذه جاهزة، فأدوات متوفرة في السوق، بس أنت تشكلينها بالطريقة اللي تبينها وتخرجينها بالطريقة اللي تبينها. طيب ما أنت قاعد تعرضين مثلا هالأعمال يعني للناس، يعني عندك مثلا أكاونت قاعد تربحين؟ مو يعني ولا غلط يعني الواحد يربح بهوايته؟ لا، أنا اشتغلت فترة ووقفت، والحين رادة إن شاء الله، يعني وقفت لما كورونا. قاعد تسوي مجموعة جديدة؟ أيوة عدل. طيب إذا الناس اللي حابة مثلا تستخدم هذا النوع من الفن، أكيد يبون مواد المستخدمة، يعني تذكرتي أنه في مثلا صواني نقدر نستخدم. طيب من وين نقدر نحصل مواد الألوان الخاصة بهالفن؟
شوفي هذه الألوان أوراق كلينكس، تغليف هدايا، جرايد، صورة مطبوعة ليزر، بس شرط أنها تكون مطبوعة ليزر، غيرة متوفر في المكتبات، وورنيش متوفر في المكتبات. فأدواتها بعدين عندك صينية، شمعة، برواز، على الكبت، على طوفة، يعني على لوحة كانفس، عندك مجال كبير أنك أنت يتمارسين فيهم. فالأدوات الأساسية أول شيء كلينكس أو ورق تغليف هدايا، صورة مطبوعة ليزر، أي قصاصة عندك، غيرة، في غيرة متخصص الديكوباج أو غيرة الخشب ونخففها في ماء مع ورنيش بس. جميل، يعني كلها أدوات بسيطة ونقدر طبعاً حتى أونلاين نطلبها. أيوة، وطبعاً ألوان، الألوان متوفرة في المكتبات، اللي هي الألوان أكريليك. أنا أستعمل أكريليك. هذه الألوان تستخدم على الخام وآمنة لليهال، وتستعمل عادي خام هذا، وما فيها من ماء، تخففينها في الماء فما فيها أي مخاطر، وغير مكلفة، هذا أهم شيء. كلش لا مو مكلفة. طيب شاركتي مهب فعاليات معارض لمن يقيمون؟ أنا الفعاليات أغلبها في المدرسة محيط وزارة التربية، بس دورات أقدم، دورات أطفال وكبار كذي. والحين بفترة كوفيد 19 قاعد وقفتي، مع أن في ناس دوراته مستمرت أونلاين. أونلاين لا لا، هذه حالاتها تكون ممارسة عندك وقدامك يعني. طيب شنو طموحك مهب فن الديكوباج؟ والله شوفي، في شغلة أنا اللي مو حابة، أنا ودي الكل يتعلم، خاصة اليهال نستغلهم، بدال لا قاعدين يدورون شغلة يسوونها وألعاب ويوتيوب بس. أن اللي لاحظته هني أن مثلا أنا واحدة ما عندي مكان، فأروح بأجر لي مكان، أو أن عند المؤسسات اللي تأجر لك مكان في طمع كبير. أوكي، أنت تبين تقدمين شيء بتكلفة بسيطة وتخلين اليهال يستانسون، فما تبين تسوينها بسعر غالي أنه مو الكل يقدر يدخل. في هني كمية طمع أنه لا ترى نص السعر. يعني أنت قصدك ما أن مثلا بعض الأماكن اللي كنت بتعرضين أعمالك كانوا يعني يأخذون مبالغ ما المفروض يأخذونها، يعني يعني أنت هني تضطرين العمل ترفعين سعر الدورة وحرام ترفعينها. لأن هم فاللي أتمناه أنه شوي يعني مو إلا نفكر أن المادية نربح ربح غالي، نشجع الناس. أيوة نشجع، خاصة الحين شفتيها هذه الفترة يعني الكل يبي يتعلم، فأوكي شوي يكون هدفنا أسمى من أن إحنا إلا نربح الربح العالي يعني. طيب أنت شايفة في إقبال على هالفن يعني من الشباب أو البنات؟ أكيد وايد وايد وايد، يعني في شباب يحبون يمارسون هالهواية. إيه، عندنا دكاترتنا في الكلية كانوا يمارسونه، يعني في دكتور حتى أحمد الكندري عنده أعمال وايد، كل شغلة ديكوباج، وفي إقبال كبير يعني. بس أبطل باب الدورة يومين عادي تسكر، أنا أقبل عدد صغير، ففي يومين تسكر عندي الدورة، ففي إقبال كبير وايد. طيب إذا ما في دورات يعني قادمة، يا ليت تقولين للمشاهدين اللي حابين مثلا يتعلمون. والله أنا للحين موقفة يعني، ليش شوي متعرفين الحين بعد جتنا يمكن كورونا جديدة، فكذي نخلي نفسنا في السيف سايد، وإن شاء الله هذا أنا أعلن بعدين بإذن الله. طيب وعندك موقع مثلا إذا حابين يتواصلون معك؟ إيه، عندي حساب الإنستغرام. شنو هو حسابك؟ مها علي دوت كيو 8. طيب اللي حاب طبعا يتعلم فن الديكوباج يقدر يتواصل مع الأخت مها العنزي، يعني فن جميل وبسيط، وأنا اللي حبيت فيه إنه يعني الأشياء متوافرة عندنا في البيت. أيوة. يعني ما يحتاج الشخص يروح يشتري ويكلف على نفسه. أيوة. يعني هم فيها ريسايكلينج، هم فيها شيء. أيوة. يعني اقتصاديا أحسها صح. أيوة. هواية جميلة. طيب في كلمة أخيرة حابة مها توجهينها للناس؟ هي الكلمة الأخيرة إنه يعني شوي وفروا أماكن أن الياهل يستغل وقته فيها، ونحط مو هدفنا المادية البحتة يعني شوي، أو أن ندعم يعني ندعم الشباب أنهم تعال عندنا مكان وما نطمع فيه. فهذه ودي تنتشر شوي وبأقل التكاليف أن الكل يقدر يدخلها ويستفيد منها. كل الشكر لك مها العنزي على تشجيعك للناس، وإن شاء الله لا في طمع ولا في من هذا القبيل. وكل الشكر لتواجدك معنا في شباب قولوا فعل. حبيبتي تسلمي. مشاهدينا راح نتوقف مع فقرة التعليم الإلكتروني مع منى العتيبي، ونرجع نكمل معكم.
فقرتنا اليوم راح تكون عن إدارة المجموعة الخاصة فيني في برنامج التيمز. طبعا هذا الشيء راح يفيد المعلمين أكثر من أولياء الأمور أو الطلاب، فضروري جدا معلميننا تابعوا معاي الخطوات اللي بنسويها عشان نتعلم أكثر شلون ندير التيمز أو المجموعة الخاصة فينا. طبعا عشان أدخل أو أدير المجموعة الخاصة فيني من داخل التيمز، هذه إحدى المجموعات اللي عندي. مهم جدا تشوفون على اليمين في عندكم حرف الآي. حرف الآي الموجود على اليمين هذا قاعد يتحكي عن الشانل انفو، يعني بيانات خاصة في مجموعتي، منو الأعضاء اللي فيها، منو الأونرز اللي فيها، أو آخر تحديثات صارت عليها. يعني مثال لو أنا في شخص معاي مدير المجموعة حذف شخص، راح يبين منو اللي حذف هذا الشخص. فمهم جدا نفهم حرف الآي اللي هني، لما أضغط عليها راح تظهر لي هني فوق about الديمو، منو الممبرز اللي موجودين. طبعا ممبرز اللي هما تعاونوا آخر شيء أو آخر ممبرز أو أعضاء كانوا active في المجموعة، بالإضافة إلى الأبديتس تشوفونها تحت. وهني see the full list، إن أنا أظهر القائمة كاملة. فلما أدخل على إظهار القائمة كاملة، من هني أقدر أدير الأعضاء أو الأشخاص اللي موجودين عندي في المجموعة. شلون أقدر أديرهم؟ يعني عادي أقدر أحول عضو إلى مدير في المجموعة، بالتالي عنده صلاحيات كاملة، يقدر إنه هو يتحكم في المجموعة، يضيف واجب. فدائما إن أنا أحط أونر اللي هما أدمن في المجموعة عندي أو مدير في المجموعة عندي، لازم يكون للمعلمين فقط أو إدارة المدرسة إذا كان مفروض إنه هما يكونوا موجودين معاي في المجموعة. أما بالنسبة للطلاب، دائما نتأكد أنهم ممبرز أعضاء فقط، لأن هذا راح يسوي لي وايد مشاكل. الطالب لو كان أونر أو كان مدير نفس الصلاحيات اللي عندي عنده، راح يقدر أنه يسوي وايد أشياء. أولها يحذف مسجاتي، يحذف الواجبات اللي موجودة، يتحكم في الواجب نفسه، فهذا وايد ضروري أن ننتبه له. هني تشوفون الممبرز، طبعا من هني من اليمين أقدر أن أنا أحول الممبر إلى أونر. مجرد ما أحوله إلى أونر صارت عنده كل الصلاحيات الكاملة اللي عندي. شغلة ثانية وايد مهمة بالنسبة للطلاب، ميوت للستودنت. بعض الطلاب جدا مزعجين، فوقت الحصة أو بعد وقت الحصة قاعد على التيم وقاعد يرسل مسجات وشغال طول اليوم إنه هو يرسل مسجات على التيمز. لو أنا سويته ميوت من هني، أنا منعته إنه هو يدخل أو يكتب أي شيء، فقط يشاهد. فأنا ما حرمت أنه يحضر الحصة معي، ولكن ما يقدر يتكلم فيها ويرسل أي شيء. هذه خاصية الميوت اللي موجودة هني. فهذا بالنسبة لإدارة الأعضاء من ناحية الأعضاء اللي أوريدي موجودين عندي. إنزين، خلينا نشوف يا بعض شلون أضيف أعضاء. فهني فوق عندكم على اليمين add member، أضغط عليها وبعدها راح يظهر عندي هني في student وفي teacher. الstudent هو الطالب لما أنا أضيفه، والتيتشر إذا كان طبعاً أدمن إداري رئيس القسم، كلهم هذول يعتبرون تيتشرز اللي هم عندهم صلاحيات الأونر كاملة. فمن هني أبدأ أنا أضيفهم وبعدين أضغط على أد. هذا بالنسبة لإضافة الأعضاء وشون أنا أقدر أتحكم في الأعضاء عندي في المجموعة. شغلة ثانية جداً مهمة في السيتينج، هني إذا تشوفون السيتينج، هي شون إن أنا أمنع إن هم يقدرون يسوون منشن حق بعض. فمن المنشن هني جدا ضرورية إن أنا أتأكد الممبرز يقدرون أو لا، إضافة إلى الصلاحيات اللي موجودة عندهم من ممبر بيرميشن، هذه الصلاحيات كاملة اللي موجودة عندهم، إضافة قنوات، إرسال رسالة، إنه هو يقدر يحذف رسائل خاصة فيه، هذه كلها صلاحيات لازم أتأكد شنو اللي أنا يناسبني وأضيفه هني أو أحدده on أو off. شفنا في هذه الفقرة ويا بعض شلون ان احنا قدرنا نتحكم في الاعضاء اللي موجودين عندي في المجموعة، من اونرز اللي هم مدرسين او اداريين، ومن طلبة شنو الصلاحيات اللي انا ممكن اعطيها لهم. مشاهدينا رجعنا ونكمل معاكم أكيد فقراتنا في شباب قول وفعل، وأكيد ضيفتنا الثانية راح تكون مميزة جدا مثل ضيفتنا الأولى، وراح نتكلم عن موضوع أكيد يهم فئة كبيرة من الناس. راح نتكلم عن الدعم النفسي. معانا أخصائية نفسية منيرة الحسين، حياك الله في شباب قول وفعل. الله يحييك يا حبيبتي، يحصلنا احنا زملاء اصدقاء اصدقاء. إيه احنا مو اول مره نستقبلك، يعني دائما منورتنا، لان تدري ان المشاكل النفسيه ما تخلص. ان شاء الله خير.
وهذا شيء طبيعي يعني يعني الطبيعة البشرية. أكيد. طيب أستاذة منيرة، يعني أول شيء إحنا رح نتكلم عن الدعم النفسي، فبالبداية حابين أن تقولين للمشاهدين شنو مفهوم الدعم النفسي بالضبط؟ هو الدعم النفسي عبارة عن خدمات يعني يقدمها المختص النفسي أو الاجتماعي، هي مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية تقدم لي الأشخاص كأسر أو كأطفال أو كيعني الإنسان المحتاج للدعم النفسي، هي مجموعة استشارات كاستشارات أو إنه عادي هي تستخدم حتى في حياتنا اليومية، يعني مو لازم يكون إنسان متخصص في هذا الموضوع، بس عموما هي مثل كخدمات تقدم يعني للأشخاص. طيب ومنو بالضبط يعني يحتاج الدعم النفسي؟ طبعا إحنا شايفين الحين في وقت اللي إحنا عايشينه وباء الحين منتشر كوفيد 19، ومثل ما احنا عارفين انه يعتبر من كارثة طبيعية من كوارث اللي موجودة بالمجتمع، احنا عموما هذا الدعم النفسي احنا وين نقدمه؟ نقدمه في حق الكوارث لا سمح الله الطبيعية اللي تصير من زلازل وفيضانات، حق الأوبئة، حق المشاكل هذه اللي تصير في دول العالم. في طبعا الحين المنظمات العالمية دائما تنصح الاستشاريين النفسيين والتربويين والاجتماعيين بأن يقدمون هذا الدعم النفسي لمجموعة من الناس المتضررين، لأن هذا الوقت يعني يظل من الدراسات والأبحاث اللي مسوينها دراسات نفسية واجتماعية بأن فعلا هذه الأشخاص في هذه الأزمات محتاجة لهذا الدعم النفسي. شيء طبيعي بما أن الحين إحنا في هذا الزمن كورونا أكثر ناس متضررين هم الصفوف الأولى وأهلهم، طبعا لا ننسى أهلهم. ليش الصفوف الأولى؟ أنت شايفين خصوصا في حد الأزمة شهر قولي 3 4 5 6 هذا اللي كان في جدا يعني متأزمة، يعني فعلا كان الوباء جدا يعني منتشر وكان شيء غير معلوم للجميع في مستوى العالم، بالإضافة إلى أن لا الأهل يدرون إذا كانوا عيالهم راح يكونون سليمين، هو يحاتي شلون ينقل حق أهله، شنو راح الوضع اللي هم قاعدين متباعدين، يعني هذه الأمور كلها صعبة على أهل الصفوف الأولى وهم بعد صعبة عليهم، إن كوني أنا شخص راح يمكن أنقل حق عيالي أسرتي زوجتي أهلي أمي وأبوي، قد يكون في نساء أو رجال كبار في السن وأطفال، فهذا أكيد هم محتاجين الدعم النفسي. إذا بنروح بعد فئة ثانية هي فئة الصغار، فئة الأطفال وين إحنا نلاقي الدعم النفسي؟ الأطفال خلاص ما عندهم أي شيء، كل شيء مقلق في الزمن هذا، مثل ما إحنا شايفين لا في ألعاب، لا في خصوصا بعد الفترة اللي طافت ما في لا مجمعات، ما في حتى الحدائق، ما في ولا شيء، شلون الطفل يقدر يعبر عن ذاته؟ ما يقدر يعبر عن ذاته. شفت أنت ما شاء الله إبداعات اللي قامت تصير بالبيوت اللي انقلبت حدائق وانقلبت داخل البيوت، وهذا شيء ترى صحي والناس تعرفت على أهلها من يد إيه شيء طبيعي وترى هذا يعني يصير نوع من أنواع الدعم النفسي، إن أنا كوني خلاص خليت الخارج وبديت التفت لداخل أسرتي نفسها، فهذا يعتبر دعم نفسي. ليش؟ لأن إحنا قاعدين مع بعض وبدينا نتكلم مع بعض، قد يكون في السابق أتكلم لزميلتي صديقتي صديقي رفيقي يعني أي من أفراد أسرتي، لكن من الحين صرنا داخل البيت مضطرة إني أرجع حق أختي أخوي أمي أبوي اللي داخل معي، يعني ما راح أقدر أطلع للخارج وأعبر عن اللي أنا أحس فيه ومشاعري. بعد لا ننسى كبار السن، كبار السن واجهوا مشاكل كبيرة في هذه الفترة، لأن هم متعودين أن لمة الأهل عندهم ويونهم في الزوارات، وفي ناس فعلا يعني صحيا ما يقدرون يعني يستقضوا يعني يون عندهم عيالهم مثل قبل، وفترة كان في حظر ما في بالليل يقدرون يتجمعون للنهاية، فهذا صار عندهم فراغ، لا عندهم أحد في البيت يونسهم ولا أحد يقدر، وحتى المستشفيات ما يقدرون يروحون يراجعون لأن حتى مراجعاتهم صارت صعبة عليهم، فهذا عندهم مشكلة كبيرة، غير اللي عندهم مناعتهم ضعيفة، غير اللي كانوا عندهم خوف من المرض، فهذه الأمور كلها تأثر على كبار السن. الشباب والمراهقين
تخيلي الشباب المراهقين كانت وناستهم، خصوصا الشباب يعني نتكلم فيها الشباب، عنده انه يلتقي مع اصدقائه، يطلع معاهم، ينفس عن نفسه انه يروح معاهم باي مكان، يسولف معاهم، يروحون يلعبون بولينج، اي شيء من هذه الامور. فجاه صار هو مضطر انه يقعد في المكان نفسه اللي متواجدين فيه مجموعه من اهله اللي هو اصلا ما تعود انه يقعد معاهم، يبي يعبر عن شعوره حاله من حال اصدقاء اللي كان يعبر. فهذه الامور كلها صارت بالنسبه له صعبه في وقت هو صار مضطر انه يقعد. لا في مدارس، حتى المدارس ما في تعبير عن شعورهم كزملاء بالمدارس صح. فمحتاج ايضا المراهقين. لا ننسى الام، الام في هذه الازمه يعني كان هي الدور الاول الصراحه لها، لانها واجهت المشاكل سواء كان عندها اطفال، عفوا كان عندها احد من اهلها في الصفوف الاولى، هي اللي جاب لهم من الصبح ليه بالليل. فهي كانت الصراحه يعني كل شيء، فاكيد الضغوط عليها كبيره جدا، وهي يعني بالمقام الاول محتاجه اللي ايضا الدعم النفسي، واكيد الابو ما راح ننساه. يعني بالتاكيد مثل ما قلتي استاذه منيره، يعني الام والاب يعني ما ننسى دورهم في هالازمه، يعني الله يعينهم اللي فعلا اهاليهم بالصفوف الاولى يعني كان عليهم ضغط نفسي كبير. طيب تكلمتي ما شاء الله عليك، يعني استرسلتي استاذه منيره من الدعم النفسي المقدم للطفل الى المراهق الى كبار السن، وكل دعم يختلف عن الآخر. طيب إيش كثر في فرق ما بين الدعم النفسي للطفل والمراهق؟ خلينا نركز عليهم شوية. أكيد في شوية اختلافات، وأكيد بعد حتى حق الراشدين في اختلاف. يعني لما أنا أي حق الطفل صغير، يعني هناخذ الأعمار الصغيرة، يعني قولي 3 سنين، 2 سنين، 4 سنين، هم ما راح يقدرون يعبرون عن مشاعرهم ويحسونها. خلينا نتكلم الحين إحنا في بشكل عام وبشكل خاص بالأزمة اللي إحنا فيها، ما يمكن الأطفال الصغار ما يفقهون شنو اللي قاعد يصير أساساً، بس هو حاس بأنه هو ما يقدر يطلع، ما يقدر يروح، قد يتساءل أنا ليش كله قاعد، أبي أشوف مثلاً جدتي، أبي أشوف مثلاً ولد عمي، أبي أشوف. هو الحين لا، قاعد مقلق عليه. يمكن الحين وضعنا أفضل إن الناس تقدر تطلع وتروح، بس لا زال إن في أمور كثيرة هو يتساءل عنها. هل يقدر هو يعبر عن مشاعره؟ ما راح يقدر يعبر عن مشاعره مثل الطفل الأكبر، مثل المراهق الأكبر، ما راح يقدر يعبر. فإحنا شلون نقدر إحنا نصير لدعم نفسي، يعني نحس بهذه الكلام، يعني هو ما راح يكلمنا بس إحنا نبي نخليه يعبر عن هذا الشعور اللي هو فيه. شلون نقدر نخليه؟ نخليه مثلا الأطفال مثل استخدام الطين، الرسم، لأنه هو الطين لما يمسكه يعبر عن توتره وغضبه. راح تشوف بس الطفل ولا حتى الكبار؟ هو يصير حق الكبار أكيد يعني. بس إحنا نتكلم إنه هم ليش فئة؟ هم الفئة الصغار ما راح يقولوا لك والله أنا حزين، أنا تعبان، ما راح يقدر يعبر هذا الشيء، وراح شلون تحصلين له أنت دعم نفسي وأنت ما راح يقدر يعبر لك. فإحنا نعطيه هذه الأمور، يرسم، يشخبط على قولتهم، لأن هذا راح يطلع شوي شوي، راح تشوفين إن الطفل فعلًا قاعد يعبر عن شعوره. وممكن بعد نخليه نشاط بدني، نخليه يلعب كرة، يلعب أشياء من هذه الأشياء. إنزين خلينا نشوف الأكبر اللي هم مراهقين. المراهقين لازم إحنا احتواء 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 ليل أخير احتواء، لأن هم فعلًا فقدوا الحين أصدقائهم، حتى لو هم يكلمونهم بالتليفون ترى مو نفس ما يصير التواصل الفعلي. يعني أنا أتكلم معاك، لما أنا أمسكك، لما أضحك، يعني أنت عارفة يعني شباب ومراهقين بنات أو أولاد، يعني لما أنا أمسك رفيجتي وأضحك معاه وأتقشمر معاه، ولما أمسك رفيجي وأضحك معاه ولا أطقه ولا، يعني هذه الدعابات بالنسبة لهم شيء ترى وايد، يعني لهم شيء حلو. ففجأة فقدوا هذه الأشياء كلها، ما في تواصل مثل أول، ما في. فهذا أنا لازم الحين دور الأم والأبو إن أنا أحتوي الأخت الكبيرة، الأخ الكبير، إنه يحتوون، يقعدون معاهم، يسمعون لهم، خلوهم يعبرون عن اللي هم شنو يحسون فيه. لا تفهون الكلام اللي يقولونه، يعني لا تفهونه، يعني قاعد يقول لك حتى لو تحس إنه هو لا إيش دعوة تخاف، إيش دعوة أنت ما، لا تفهه، لأنه هو مشاعر قاعد يتكلم عنها. فإحنا لازم الراعي هذه النقطة عندهم. طيب أستاذة منيرة، يمكن ذكرتي يعني المراهق يعني التعامل معه
بالأوقات الطبيعية تكون ما هي سهلة، فما بالك يعني الحين عندنا أزمة ويعني طولت فترة هالأزمة وإن شاء الله تعدي على خير يا رب. لكن التعامل مع المراهقين يحتاج طريقة خاصة. وايد في مراهقين يمكن مثل ما قلتي يعني ما عندهم مجال أو منفذ للتنفيس عن غضبهم، عن استيائهم، عن كآبتهم. للأهالي اللي مثلا يمكن ما يحسون بهالاختلافات اللي صارت على عيالهم، شنو الأعراض اللي ممكن من خلالها يعني تكون نفس منبهات للأهالي أن هذا طفلك أو المراهق ابنك أو ابنتك مثلا تعاني من اكتئاب أو تحتاج دعم نفسي؟ طبعا هو في وايد أعراض، يعني قد يكون المراهق يعني يشوف انه مثلا انسحاب ما يقعد معاهم، يمكن كان اول يضحك يتقشمر يقعد بالصاله معاهم، فجاه صار ما في انسحاب، ممكن التوتر على طول متوتر، مثلا نوبات غضب فجاه، يمكن هو الطفل او المراهق ما كان يستخدم بطريقه، او ممكن يكون هو عصبي فجاه صار عنده نوبات شديده جدا، فجاه يمكن البنات تشوفون اكثر اكتئاب بكي ما تبي، فجأة تلاقينها عادة طبيعية فجأة تصيح في، يعني هذه الأمور تختلف طبعا أكيد بين البنت والولد، لأن البنت بعد مو نفس الولد كمشاعر، يعني قصدك كتعبير عن المشاعر أنه ممكن الولد يكبت المشاعر ما يعبر عنها، يعني صعب الأم أو الأب يعرف، يعني مو سهل تلاقي الولد قاعد يبكي، يعني عمر يعني مثلا قولي 16 15 16 17، ما راح تلاقينه قاعد يبكي مثلا. البنت لا، راح تشوفينها أكثر تستخدم سلاح البكاء، يعني ممكن في ناس لا سمح الله يصلون لمرحلة أن يحاولون انتحار، وأنت شفتي بنفسك الفترات الأخيرة وايد صار في انتحارات بالفترة الكوفيد 19، يعني الفترة اللي صار فيها وايد ضغط، سمعنا وايد قاعد تصير انتحارات، يعني يا اما يكون ضغط نفسي يا اما يكون عدم تقبلهم للواقع، وهو في النهاية عدم تقبلهم للواقع، عدم تقبلهم اللي قاعد يصير حولهم. فالدعم النفسي لما يشوف يعني لا سمح الله احد عندنا بالبيت مراهق او مراهقة او حتى لو طفل، سلوكياته بدأت تتغير عن السابق، وأنا حسيت إنه والله في بكاء شديد، في غضب شديد، في انسحاب، أو مرات يكون العكس هستيريا، ضحك هستيري، تصرفات غير طبيعية. لازم يكون في احتواء، مثل ما احنا قلنا نرجع للاحتواء، لازم أنا أقعد معه أتكلم معه، تبي تكلمني كلمني أنا ترى موجودة، حتى لو ما بيتكلم، ترى في ناس ما يبون يتكلمون، بس إذا فعلا هو وصل مرحلة أو وصلت مرحلة إن هي فعلاً محتاجة تتكلم وتقول تعبر عن مشاعرها راح تي، لأن لقيت إن الباب مفتوح، جت الأم أو الأخت أو أي أحد قريب منها يا وقال لها ترى أنا موجودة أو أنا موجود بأي وقت، أنت تبي تتكلم ترى عادي أنا أسمع، تبي تصيح تبي تتكلم أنا موجود. فلما هو يحس إنه فعلاً محتاج أو هي تحس إنه فعلاً محتاجة راح تروح حق الباب اللي انفتح لها وراح تتكلم، وهني راح تتقرب المسافة أكثر بين الأهل والأسرة داخل. يعني في ناس إحنا سمعنا ما شاء الله وايد عندهم العلاقات صارت أفضل من بعد ما يعني تجمعوا وشافوا بعض وتعرفوا على بعض. طيب أستاذة منيرة، يمكن يعني أنت ذكرتي إن الدعم النفسي من الأهالي مهم، في أهالي هم يحتاجون أصلاً دعم نفسي، فيعني لازم يكون في تعاون ما بين الأسرة، إذا الطفل أو مثلا الأبناء شافوا الأم ضعيفة أو الأب مثلا متوتر أو عصبي، هذا أيضا ممكن يخليهم أن ما يلجؤون للأم أو الأب أن يعبرون أو يقولون شنو اللي عندهم من مشاكل. فأنت شنو نصيحتك للأهالي؟ طبعا احنا اكيد عموما احنا في حياتنا بشكل عام من غير اي يعني او بيئه او اي مشاكل او شيء، احنا نحتاج، لان احنا في حياتنا اساسا قاعدين نعاني من ضغوط، سواء بالعمل سواء باي مكان احنا قاعدين نعاني من ضغوط، فاكيد سواء كانت ام او كان ابو في يوم من الايام هو محتاج لهذا الدعم، محتاج ان احد يسمع له، محتاج ان احد يكلمه، يعني في احنا خصوصا الحين الفتره هذه او حتى فترات اخرى
لما تكون الأم هي امرأة عاملة وعندها مشاكل في مشاكل يعني عفوا بالبيت وكذي، فإذا لا سمح الله صار الطفل عنده موعد طبيب ومضطرة تروح الطبيب يعني عنده موعد ضروري أو شيء، وبنفس الوقت عندها شيء بالدوام وعندها اجتماع بالدوام، هي مو محتاجة أحد يدعمها طبعا، هي ما راح تكون موجودة بالمكانين، يا أما هني يا هني، ويعني هي في حالة إن أنا لازم أكون متواجدة لازم في أحد يدعمها يعني. فإحنا لازم نعرف إن أنا لما أي أختار الداعم منه، الداعم لنا أنواع مصادر حق الدعم حق الشخص نفسه في نوعين، النوع هو العلاقات، أنا كشخص منو علاقاتي سواء الأهل، الأهل طبعا الأم الأخت إلى آخره، حتى لو بنت العم أي أحد، أنا أي شخص مقرب يعني، أي شخص مقرب لي أنا عارف أن هذا الشخص قرب لي يقدر يخليني أني أنا أتكلم معه براحة، أقول له والله أنا عندي مشغولة في اليوم تقدرين تأخذيني، لأن أنا في ثقة بيني وبينك. وايد مهمة الفضفضة، ها؟ مهمة جدا خصوصا عند النساء. بس أنا دائما أقول أستاذة منيرة مو أي شخص نقدر نفضفض له، في مرات فضفضة ممكن تضر الشخص أكثر ما مثلا شخص ما يعرف يعطي نصيحة، فلازم أنا هذا بعد يعني حابة توضحينها للمشاهدين، إيش كثر تفرق الأشخاص يعني اللي نلجأ لهم للدعم النفسي أو للفضفضة خلينا نقول، إيش كثر يفرق إن اختيارك للشخص المناسب؟ أكيد لا هو يفرق، يعني أنا مثل ما قلت مساعة لازم أنا أعرف إني أنا فعلا أثق في هذا الشخص، فعلا هو مصدر ثقة، يعني أنا ما أقدر في بين الأهل أي أحد أقول له والله تقدر تأخذ عيالي عندي، ما يصير يعني مهما كان او تقدر انت ابي تعال بسولف معك، وقلت ما هي حد زميلتي بالعمل باي مكان اقدر اقول لها اسولف معها، لا هي مو مجرد اني انا بفضفض وخلاص، لازم افكر انا بعد ما افضفض ممكن هذا يصير علي مستمسك بيوم من الايام، لان في امور ترى عادي تتكلم وتفضفض من هني خلاص راحت السالفه مني، يمسكون الزله اي. وفي ناس لا يعني من انا اتكلم اعرف ممكن هذا تاخذ مني موقف هي زميلة لي، بس لما سمعت عن ظروفي أو الكلام اللي أنا قلته لأي كان تحس إني ممكن أنا ضعيفة، ممكن تحس إني أنا والله ما يتكل علي، أي يعني شيء من الكلام اللي أنا قلته، فأنا لازم أعرف إن الشخص اللي راح أتكلم معه ما راح يطلع كلامي، ما راح يأخذ علي مستمسك، ما راح يأخذ علي إن أنا ضعيفة، ما راح بالعكس لما يسمعني يدعمني يساعدني ينصحني يقول لي شنو أنا أقدر أسوي، ترى مرات بس إني أتكلم كافي. صحيح خصوصا النساء ترى. إيه أكيد. طيب أستاذة منيرة يعني يمكن هالنقطة أنا حابة أركز عليها، لأن في ناس ما يحبون يفضفضون خاصة المراهقين وخاصة الأولاد منهم، فيعني إيش كثر الدعم النفسي مهم لهالمراهقين خاصة إذا ما كانوا يعبرون عن أنفسهم، لكن أنا أشوف إن الحين في هذا السلف ليرنينج اللي هو الشباب في الوقت الحالي أو المراهقين مطلعين على التكنولوجيا بشكل كبير، فممكن هو يدعم نفسه بنفسه إنه مثلا يطالع فيديوهات تحفيزية، يطالع مثلا خلينا نقول كلاسز تكون أونلاين عن الدعم النفسي إذا ما يحب يقول، فش كثر هذا الشيء مهم؟ طبعا هو مهم جدا، احنا نقدر احنا نقول ان احنا قلنا مصادر، في مصادر اللي هي الاهل الاصدقاء العلاقات، اذا انا هذه الاشياء ما بدي ارجع لها مثلا لسبب ما يعني، في داعم مهم جدا هو الجسد نفسه، جسمي انا لازم يكون صحي، الشباب يعني المراهقين لازم يكون جسدهم صحي، يعني ما ياكل تغذيته الأكل مهم جدا أكيد لنفسيته، الرياضة لما يكون هو كجسم صحي متعود على أنه يروح رياضة حتى لو بالبيت يسوي رياضة يلعب كرة يمارس أي شيء من الأمور الرياضية الصحية، عنده روتين صحي بحياته، هذا وايد يفرق في الدعم النفسي حق روحه أنه يساعد نفسه. بالإضافة أن في بعض الناس والله أنا تعبان نفسيا بس ما بيتكلم حق أهلي، يمكن ترى في نقطة من النقاط مهمة، ممكن سبب مشكلتي أهلي، فأنا شلون بتكلم حق أهلي عن مشكلة هم سببها، يشوف يمكن هو بالنسبة له ما يقدر، أنا أقدر ألجأ حق
متخصصين في هذا المجال، سواء لا سمح الله هو عنده عقدة أو خوف شديد مثلا. من الحين احنا قاعدين نسمع ان الخوف من اللقاح، يعني الحين خلصنا من سالفة اي اكيد في ناس مشككة، في ناس يعني خايفة، هذه كلها مخاوف طبيعية أكيد. للآن في شيء مؤكد، خصوصا انت تسمعين وسائل الإعلام، تسمعين بعد التواصل الاجتماعي شلون قاعد ينقلون في صور، في ناس قاعد تنقل صح وجهة نظرها الخاصة، في ناس ينقلون أشياء خيالية صراحة، وفي ناس قاعد تتكلم بشكل طبي، بس يمكن هذه الأشياء لما تصير وايد يعني يمكن المراهق أو حتى الكبير بس إنه من يسمع حيصير عنده مخاوف شديدة يعني، فيبي أحد يعبر له، يعني مو معقول إني أنا بقول له ما في شيء ولا شيء وهو خلاص خايف، أروح حق المختص أشوف له دكتور من الأقارب، أو مثلاً لقيت لي مقابلة نتكلم فيها دكتور مختص هو يتكلم عن هذه النقاط، فهو ممكن يكون عنده قناعة أفضل من أنا أتكلم من واحد من أهله. وأقدر مثلاً المرشد النفسي إذا في أمور نفسية خوف اكتئاب أو شيء، في مرشدين نفسيين يتكلمون معاه يمكن يستقبل، يعني هذا الدعم أفضل من يستقبله من أحد ثاني، وأفضل إنه في هذه الفترة خصوصاً لما يصير اكتئاب وقلق وخوف يعني اضطرابات نوم، إنه أفضل يكون عند ناس مختصة لأنه هم يوصلون معه لمرحلة أفضل من مثلاً يقومون يستخدمون أشياء تعرفين اللي بالتجربة وال. صحيح. طيب أستاذة منيرة، يمكن يعني خذانا الوقت وقاعد تشرحين ما شاء الله عليك عن الدعم النفسي، وإحنا يعني أكيد أكيد حابين أن ندعم نفسياً أي شخص يكون عنده قلق أو يكون عنده مخاوف من هالمرحلة، وإن شاء الله تعدي على خير. في عندك أستاذة منيرة الحسين كلمة أو نصيحة أخيرة تقدمينها للمشاهدين؟ إيه طبعاً، إن شاء الله إحنا بالنهاية الكلام إحنا كلنا محتاجين حق الدعم النفسي، لا نبخل على نفسنا إنه وقت ما إحنا نكون بحاجة وتعبانين ومحتاجين إن نلجأ لحوالينا، عندنا الأهل، عندنا الأصدقاء، عندنا مجموعة كبيرة، لكن نعرف نختار الشخص المناسب، وبنفس الوقت لا نتعرض لوسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي اللي يضرنا يعني نسمع عنها أشياء تضر نفسيتنا، نمارس الرياضة، نحاول كيف ما نقدر ندعم نفسنا صحيا ونفسيا، وإن شاء الله قريبا نكون في صحة وعافية وننسى كل شيء من الوباء اللي احنا عايشينه. كل الشكر لك أستاذة منيرة الحسين أخصائية نفسية، واليوم تكلمت عن الدعم النفسي، وأنا أقول يعني ادعم نفسك بنفسك أو ادعم اللي حواليك بدون ما يعني تخليهم يقلقون أكثر أو تزيد عندهم المخاوف. بكذي مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، على موعد اللقاء إن شاء الله بكم مجددا في الحلقات القادمة. مع السلامة.